منذر الكبير مدرب الشهر الواحد الذي سحب البساط من انتخابات الرئاسة في تونس. تعرف أن مدرب تونس يطلق عليه مدرب الشهر الواحد؟ لو فكر أن المدرب المحلي المصري هو الوحيد اللي بيتعرض لانتقادات من الجماهير تبقى غلطان. في تونس تعرض وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لانتقادات كبيرة في 2019 بعدما قرر تعيين الكبير مدرباً للمنتخب خلفاً لألان جريس. التعيين ده جه قبل انتخابات الرئاسة التونسية بأسبوعين، وده سحب البساط زي ما بيقولوا من الحديث على الرئاسة إلى كرة القدم ومدرب المنتخب. وديع الجريء دافع عن منذر الكبير وقال يجب التعامل بعقلانية وموضوعية بناء على النتائج بعدما انتدبنا مدربا حاصلا على أفضل الشهادات العملية ليكون على رأس المنتخب. أما الكبير قال إنه مش مهتم بالانتقادات وكل اللي يهمه إزاي يحقق مصلحة المنتخب وأهدافه المستقبلية. منذر الكبير خلال مسيرته التدريبية اللي بدأت 1998 ما توجش غير بلقب كأس تونس مع البنزرتي في سنة 2013. قاد بعدها النجم الساحلي وحصد وصافة الدوري والكأس، ومع الترجي في 2018 درب الفريق لأربع ماتشات بس ولمدة 32 يوم، وبعد رحيله أطلق الشارع الكروي التونسي عليه مدرب الشهر الواحد. الكبير يعتمد مع تونس على خطة 4-3-3 ومشتقاتها، والنجوم الفريق هم حمزة المثلوثي وعلي معلول وفخر الدين بن يوسف وسيف الدين الجزيري، رباع الدوري المصري مع الأهلي والزمالك وبيراميدز. والكبير اتكلم قبل كده عن احتراف التوانسة في الدوري المصري بالأمر الجيد نظراً للمنافسة القوية محلياً والمستمرة قرياً، حتى مع رؤيته أن الاحتراف الأوروبي أفضل. منتخب تونس تأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في مجموعة ضمت زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، وفاز في أربع ماتشات وخسر وتعادل مرة واحدة. وفي كأس العرب قدم أداء قوي، ومنتخب تونس كان بيكسب الماتشات بمستوى مرتفع في كل مباراة عن اللي قبلها. وفي الكاميرون هيلعب نصور قرطاج في المجموعة السادسة مع مالي وموريتانيا وغامبيا، مجموعة بشكل كبير في متناول المنتخب اللي توج باللقب مرة واحدة بس في سنة 2004 في البطولة اللي أقيمت على أرضه. لكن رغم كل ده لسه الكبير بيتعرض لانتقادات كبيرة ومطالب رحيله مستمرة في الشارع التونسي، ولسه البعض بيقول إن شخصيته مش قوية ومش هيقدر يتحكم في أوضة اللبس اللي مليانة بالنجوم. الكبير نجح في اختبار التصفيات حتى الآن، لكن الأهم ينتظره في الكاميرون قبل شهرين بس من المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022. فهل هيكون على الموعد ولا الشارع التونسي هينتصر لرأيه في النهاية؟